السلام عليكم. اليوم رانا في المنطقة تاع باب الزوار. ولا غير تحس أنا واحد الراحة كي تشوف الرصيف عريض هكذا وما كاش الاكتظاظ، يعني الإنسان يقدر يمشي يتجول بكل أرياحية. ولا غير شيء رائع. وهنا نلاحظ العملية تاع تزيين الواجهات، شيء جميل. لازم العملية تاع التهيئة تندار في هذه الأحياء الثانوية، لازم. لازم تكون تهيئة تاع الأرصفة في هذه الأحياء. Thank you.
إذن خلكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم، وكملوا الفيديو على كل حال حتى النهاية، وسوف يكون لنا فيديوهات أخرى في مناطق أخرى من حي الأعمال بباب الزوار، إذن سنوافيكم بها في المستقبل، يعني في الأيام القليلة القادمة. إذن خليكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.